السلام عليكم. يا تفضل ابو سؤال انس، بنزل بس، تفضل ابو انس. عندي بس سؤال في استشهاد الزهراء عليه السلام. انت ما جاوبتني على سؤالي ورحت، صح؟ انا والله اني جاوبتك على السؤال، بس انت خرجت يا وعد، خرجت من الاجابه كلها. لا، انت قلت لي سبحان الله، يعني انت الان ما استقريت، انت مو قلت لي خلص، انت لا حول ولا قوه، راح تشوف. المهم اسال، المهم اسال، بس اريد ابين لك، بس انا راح اتركك تسال، لكن اريد ابين لك انتم عقيدتكم ضعيفه، ما تستطيعون ان تناقشوا. تفضل اسال. طيب اسمعني، انا وانت ما كنا نتكلم في موضوع في الحديث، حديث الانبياء لا يورثون ما تركنا صدقه، ليش خرجت على هذه؟ لان انت قلت لي اقرا من البدايه، وانت قلت لي خلاص انتهى الموضوع، انت اللي قلت لي. خلينا ليش يطلع برا الموضوع؟ انت اللي قلت لي اقرا. شلون بلوى يقول لي اقرا ويقول لي خلاص وبعدين؟ يا بد تفضل اسال سؤالك، تفضل اسال سؤالك. تفضل. استشهاد الزهراء عندكم، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر علي رضي الله عنه انه سوف يموت شهيدا. وقبل ان يموت الرسول سار فاطمه مرتان وبكت وضحكت، فقالت ضحكت لما قال انك اول لحاقا بي، وبكت عندما قال اني سوف اموت. فلماذا الرسول لم يخبرها بانها سوف تموت شهيده؟ اذا قلتم انها ماتت شهيده اخبرها فاعطونا. لا لا، انت لا تقول اذا قلتم، اسال سؤالك وانا اجاوب. انا ما طاطي راسي مثلكم، انا اجاوب مباشره، ما عندي مشكله، مو مثلك تهرب تهرب تهرب. شنو سؤالك؟ لا تقول اذا قلتم، اسالني انا موجود. ليش اذا قلتم؟ انا جاوبك، انا بن علي ما اهرب. تفضل. هل الرسول اخبر فاطمه رضي الله عنها انها سوف تموت شهيده؟ نعم. شوف ثواني، نعم تفضل. اعطنا الدليل. صديقه شهيده عندنا وعندكم، قريناها. لا لا لحظه، خلاص اسكت اسكت، مو تريد الدليل بابا، مو تريد الدليل، انت اسكت. الراوي فيها فاطمه رضي الله عنها، بس عن الرسول شنو؟ لانها هي جالسه مع الرسول. لحظه، انت من تريده من عندنا؟ لحظه، دليل صحيح ان الرسول اخبر فاطمه انها سوف تموت. اصبر، اهدوا اهدوا، عندنا ولا عندكم؟ لا لا، عندك في كتبك، انت بتقول ما في كتبنا. هدوء. شوف اخواني، اذا صبر معي بهذا النقاش مال الصحيح الان، انتم ترى انت قلت عندكم صح، يعني على المباني الشيعيه، اسمع، على المباني الشيعيه جاوب. تفضل. على المباني الشيعيه. ايوه، عندك روايه من في كتبك. اي، على المباني الشيعيه. قول نعم على المباني الشيعيه. ايوه، مباني الحديث الصحيح عندكم. على المباني الشيعيه، غير كل يطلع على الدره، على المباني الشيعيه. قول نعم. لا حول لا، على المباني الشيعيه. احسن. حديث بس يكون عن فاطمه عن الرسول. احسن، على المباني الشيعيه. اسمع، هذه مال عن فاطمه عن الرسول على المباني الشيعيه. ايوه، عندك في رواياتك انت في كتبك. لحظه، احنا قلنا على المباني الشيعيه، انت الان تشترط علي عن هدوء هدوء، لا تهرب من الالزام. شوف شوف، تريد تلف وتدور. اسمع، احنا اتفقنا، هدوء بابا، افهم سؤالي، افهم سؤالي. انتم مو تريدون الحق، ليش ما تسمعوني؟ احنا اتفقنا على المباني الشيعيه، ثم ترجعها تقول عن فاطمه عن النبي. هل الشيعه قالوا انه يجب ان يكون عن فاطمه عن النبي لو عن المعصوم؟ لا، انا اقول لك ليش، لماذا؟ لان الرسول هو اللي جاوب على سؤالي، جاوب على سؤالي. الشيعه، المباني الشيعيه، احنا اتفقنا لا تهرب، اتفقنا على المباني الشيعيه. هل المباني الشيعيه تشترط ان يكون عن فاطمه عن الرسول ولا عن المعصوم؟ لماذا انا اقول لك عن فاطمه عن الرسول؟ يا الله، ما لي علاقه بيك، انا احكي عن الشيعه بابا، احكي عن الشيعه. انا ما ادري، اريد انت تريد مفصله معدله على مبانيكم والله اذا اردت الان. انا انت تدري، لحظه، عمر بن الخطاب كذاب، تقبل منه؟ شوف، خرجت على الموضوع. إيه، لين انت تريد تخرجني على مبانيك؟ والله لبسك اياها،
من عمر إلى أبي بكر كلكم ألبسكم إياه أنه أنتم ما عندكم صدق، فلا تلعبوا وياها اللعبة. الآن إحنا اتفقنا على المباني الشيعية، هل المباني الشيعية تلزم الشيعي أن يقول عن فلان عن فلان عن فاطمة ولا عن المعصوم؟ الآن أعطيني فرصة أتكلم معك. أنا لما طالبتك بالدليل، لماذا طالبتك بالدليل؟ لأن الرسول هو وفاطمة بس، ما في أحد بينهم. ما في لا لا إحنا عيد أحسن، الرسول هو وفاطمة ما في أحد بينهم، هاي الشيعة قالوا ولا أنت؟ أحسنت، هاي الشيعة قالوا ولا أنت؟ هل الشيعة قالوا هذا ولا أنت؟ شوفوا الهروب أخواني، أنا أقبل الآن قولك أقبله، هل هذا قول الشيعة ولا من رأسك؟ هذا حديث عندكم ان الرسول سار فاطمه. لا حول ولا قوه يا اخوان، والله لو انا سني ما ابقى دقيقه، والله العظيم شنو هالوهن هذا؟ يعني معقوله انتم ما فيكم واحد يصمد امام النبي؟ بابا انت مو قلت عن فاطمه عن النبي؟ هذا الالزام للشيعة على منهج الشيعة، قالوا هذا الكلام ولا انت قلت؟ الروايه تتكلم على الرسول وعن فاطمه. قام يفر، شوف والله قام يدوخ خلص سيدنا خلص. هذا اسمع يا اخ، اسمع يا اخ، هذا كتاب كنز الفوائد الكراجكي، كنز الفوائد الكراجكي هذا امامك والسند صحيح. اسمع يا رجل، اسمع السيد، اسمع وهذا السند، روح دقق وراي. هذا وقوله حدثنا ابن شاذان ايضا قال حدثنا ابو حفص عمرو بن ابراهيم الى 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 اخره. طبعا يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، يقول عن يونس بن يعقوب رضي الله عنه قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول ملعون ملعون كل بدن لا يصاب في كل 40 يوما، إلى أن يقول عليه السلام، يقول قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا يونس قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون 1000 مرة من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها. ثم قال يا فاطمة البشرى فلك عند الله مقاما محمود تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتشفعين يا فاطمة لو أن كل نبي بعثه الله إلى آخر رواية. يلا تفضل، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها ماذا تقول؟ رواية أن الرسول قال سوف تموتون شهيدا. أحسنت، وقف سيدنا، وقف، أحسنت أصبر إيه. هذا أن الرسول قال، هذا على المباني الشيعية ولا السنية؟ يا وعد أنت تلف وتدور إلى متى يا وعد؟ هل هذه أعطيني على، شوفوا أخواني ماذا يفعلون حتى المحاورين الشيعة يفهمون اللعبة. هو ماذا يقول؟ يقول أعطيني من كتب السنة لكن القالب أنا أضعه، من كتب الشيعة لكن القالب أنا أضعه، يعني أنا أضع لك القالب، لازم تقول كذا 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 وتجيبه من هو قالبك مش قالبي. إحنا بالنسبة لنا يقول محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه، يقول محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 60 و400 باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام، قال محمد بن يحيى العمركي بن علي بن علي بن جعفر عن أخي أبي الحسن قال إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة. يلا تفضل، هذا من الكافي. أخرج لي في هذا الحديث أن الرسول أخبرها فين؟ أحسنت. الآن هدوء الآن اسمع، الآن أعريكم، ما بقى عندي وقت. اسمع أنت قلت على المنهج الشيء، بابا لا تشوش أنت قلت، شوف ما أسمح لك، والله ما أعتقك، ذيك قلت لك ورطتك، الآن أورطك. الآن على المنهج الشيعي، هل هذا الحديث صح؟ على المنهج الشيعي هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ تقول أنت إبراهيم معصوم صح؟ تقول هل هذا الحديث اسمع، على المنهج الشيعي هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟
طبعا ما فيه ما ورد فيه بالنص قول سوف تموتين شهيدة يا فاطمة. لا هو قال صديقة شهيدة، هل هذا صحيح ولا لا؟ حديث هذا بالمرات العقول حجي. ايه تموت شهيدة. الآن فاطمة شهيدة على المنهج الشيعي، هل هذا صحيح ولا لا؟ والكتاب أمامكم وضعه أبو كريم على الشاشة. شوفوا الهروب يا أخواني، شوفوا الشيعة، والله حق لكم أن تفخروا أيها الشيعة بإخوتكم، والله يريدون من اليوتيوب، يريدون من كتب الشيعة، يريدون فلسفة، يريدون علم الجرح والتعديل، يريدون تفسير القرآن، والله نحن لها، نحن أولاد الزهراء عليها السلام. أنا مش سيد، لكن أنا ابن علي بن أبي طالب ابن الزهراء، وسيد ميثم سيد ابن الزهراء عليه السلام، وأبو كريم هكذا نحن أخواني. الآن طلب أعطينا، حار على قولة العراقيين، حار ومكسب وبيسمسم وبلاش. على المنهج الشيعي فاطمة صديقة شهيدة، إذن فاطمة شهيدة. الآن حاسبنا على منهجنا، أنت مو قلت على المنهج الشيعي، ليش تهرب تروح إلى منهج آخر؟ قالبكم. أنا ما أهرب، فاطمة أولى من علي أن يخبرها أنا سوف تموت شهيدة. الآن هرب إلى أولى، اعترف أن الشيعة عندهم الزهراء شهيدة بحديث صحيح، اعترف. بنت رسول الله. اعترف. اعترف. تعترف صاغرا، تعترف صاغرا أن الزهراء عليه السلام صديقة شهيدة، صاغرا تعترف، لأننا نتحاكم إلى المنهج الشيعي، منهج الشيعة أعلى الله برهانهم. طيب أبو عائشة أرحب بك، باقي لنا 3 دقائق على البث، تفضل أبو عائشة لك 2 دقيقة وإنا دقيقة، تفضل. النووي.